مساء الخير سيداتي انساتي سادتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بانوراما الصحه. الحلقه دي النهارده هتكون معايا ومعاكم، هنكون فيها مع بعض انا الدكتوره منى حمزه عون، استشاري امراض النساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب. اهلا بيكم معانا، ويا رب تكون حلقه نستفيد منها جميعا. واي اسئله واستفسارات هتتصلوا بينا على الارقام المعروضه على الشاشه عشان نجاوب على استفساراتكم. ومبدئيا ان شاء الله بمناسبه رمضان، كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين وبالف خير. هيكون موضوع الحلقه عن الحامل في رمضان ان شاء الله، ويا رب تستمتعوا معانا. هنبدا الكلام عن الحاجات الاساسيه بالنسبه للست الحامل في شهر رمضان، على افتراض انه الوقت بتاع الصيام وقت عادي والوقت بتاع الفطار وقت عادي زي ما احنا متطورين مش متعودين. مش هتكلم في النقطه دي دلوقتي. قصه الصيام اساسا بالنسبه للست الحامل اللي حملها عادي جدا واللي ما فيهوش اي مشاكل خالص، ايه مشكلتها؟ الست هتصوم، يعني في انقطاع عن السوائل فتره طويله، يعني في فتره طويله بدون انرجي سبلاي، بدون جلوكوز، بدون طاقه اللي هي محتاجاها والبيبي محتاجها. الست الحامل العاديه جدا جدا عندها اعراض مقبوله بتحصل لكل السيدات، اللي هي اعراض الجهاز الهضمي، اللي هي بعض الاعراض في الثلاث شهور الاولى من الحمل، بتزيد وتطور لشكل اخر في الشهور الاخيره من الحمل، واعراض ثانيه خاصه بالجهاز البولي، واعراض ثانيه خاصه بالتمثيل الغذائي للسكر، واعراض ثانيه خاصه تابعه للجهاز الهضمي برده بس خاصه بالامساك. يعني مثلا لو جينا للثلاث شهور الاولى، الثلاث شهور الاولى طبعا الست بتشتكي من غثيان شديد او متوسط، يعني بيختلف من الست للثانيه. بتشتكي من عدم اقبال على الطعام، بتشتكي من الام في المعده بيسببها الى حد كبير ارتجاع المعده اللي بيحصل بسبب زياده هرمون البروجسترون بتاع الحمل، زائد الاعراض الثانيه اللي بتسموها وهم الستات الغير مفهومه اصلا علميا. لما نيجي نبص لهذه الاعراض، من الطرق الاساسيه في علاج الاعراض دي ان انا اقول للست ما تقعديش بمعده فارغه فتره طويله، وفي نفس الوقت لما تاكلي ما تاكليش كميه كبيره مره واحده، لانه المعده الفارغه فتره طويله هتجمع عصاره المعده في المعده، هيحصل ارتجاع للعصاره دي من صمام المعده اللي هو اصلا مرتخي بسبب البروجسترون بتاع الحمل. الارتجاع ده هيسبب الام وحرقان في المعده، هيزود الغثيان وعدم الاقبال على الاكل وسوء امتصاص وخلافه. ده بالنسبه لانها تقعد فتره طويله بدون اكل. طب في نفس الوقت لو اكلت وجبه كبيره، برده ده مش هيساعد الصمام اللي هو اوريدي مش عارف يفصل ما بين المريء وبين المعده عشان في ارتخاء برده بسبب هرمون الحمل. فالوجبه الكبيره هتزود اعراض الارتجاع وهتزود كل اللي احنا قلناه ده. بالتالي الجزئيه دي من اهم طرق علاجها، ان انا اقول لها تاكلي 4 أو 5 مرات في اليوم، كل مره كميه قليله، تبعدي طبعا عن الحاجات المهيجه للمعده والوجبات الثقيله وخلافه. فهنيجي للنقطه دي، الصيام هيبقى ضدها تماما، فتعتبر من انواع المعاناه بالنسبه للست الحامل. مش هقول كل الستات ما تصومش، بس هنقول المعاناه دي الى حد ايه تكون مقبوله والى حد ايه ما تكونش مقبوله وتكون ضرر على الام وعلى الجنين. هنكمل الكلام بس ناخد التليفون ده نرد عليه. الو الو الو، مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. انا بس عايز اسال من حضرتك على حاجه. هو انا عندي كتير في فندم، صوت حضرتك الو الو الو، ممكن توطي التلفزيون شويه بس صوت حضرتك مش واضح. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي الاناديب، عملت مسدار بطن، انا بقالي 6 سنين مش مخلفه. تمام. وبعدين عندي منظار بطن، عملت منظار بطن وطلع عندي الانابيب ضيقه. ضيقه؟ مش فاهمه هل ده وانا مخلفه طفله، من قعدت سنه كده من غير حمل بعد الجواز وجبت واحده.
طيب ضيقة يا فندم، يعني ضيقة ايه؟ يعني بسبب السقاط حواليها ولا بسبب ايه؟ التهابات بسبب ايه؟ المنظار بصراحة ما أنا وضحش مش عارفة. السبب؟ لا لا مش موضحين سبب، لا مش موضحين. طيب حضرتك بقالك قد ايه ما خلفتيش؟ أنا ما خلفتش بقالي 6 سنين شايلة اللوب، تمام. ومن ساعتها ما حصلش حمل. الولادة قيصري كانت ولا طبيعي؟ لا كانت طبيعية. كانت طبيعية. طيب حضرتك عندك كام سنة؟ أنا عندي 33، عاملة منظار بقالك قد ايه؟ عاملاه بقالي بتاع سنة ونص. بقالك سنة ونص. ايه اقتراح الدكتور اللي عملك المنظار؟ يعني احنا بعد ما بنعمل منظار بناء على الحاجات اللي احنا لقيناها واللي قدرنا نصلحه واللي ما ينفعش يتصلح، بنحط خطة علاج للسيدة عشان تمشي عليها. ايه اللي الدكتور بتاعك اقترحه عليكي بعد المنظار؟ هو انا قال لي بعد سنة كده من المنظار لما عملته، قال لي خلال سنة لو ما حصلش حمل ارجعي. فانا فعلا رجعت له بعد سنة وقال لي لا نعمل حقن. انا تمام. عملت بصراحة كل دوت في مستشفى الجلال، عملتي حقن يا فندم؟ فحولني عملت فعلا في المركز بتاع الجلاء، عملت حقن تمام. بس للاسف ما حصلش نصيب، طيب وانا مش مقدرش ان اعيد الحقن تاني. فهل خلاص. الانابيب ليها علاج؟ ممكن احمل طبيعي ولا لا؟ طيب معلش بس شوية أسئلة تانية عشان أقدر أرد عليكي. في مشاكل في التبويض؟ لا لا التبويض كويس جدا، والبريد كويس يعني مواعيدها. حضرتك طلعتي كام بويضة في الحق؟ هو زرع، لا انا ما اعرفش طلع لي كام بويضة، بس هو زرع لي 5. خمسة. وفي تجميد أجنة ولا مفيش؟ لا لا مركز الجلاء ما فيهوش تجميد. لا طيب حضرتك الأجنة دي اتحطت في اليوم الثالث ولا في اليوم الخامس؟ التالت. لا التالت. التالت. التالت والزوج كويس وكل حاجة تانية كويسة؟ لا الزوج كويس جدا، ما فيش طيب اي الأنابيب حاجة. ضيقة ولا مسدودة؟ لآخر مرة بسألك، ضيقة ولا مسدودة؟ لا هو مكتوب في التشخيص، انا يعني سألت كذا دكتور قالوا لي ضيقة، انا مش عارفة هل في ليها علاج وممكن احمل طبيعي ولا لا. طيب أنا هرد على حضرتك. حاضر. شكرا شكرا دكتور. طبعا يعني الساده الاساتذه والزملاء في مستشفى الجلاء ناس احنا متاكدين انهم ادوا ما عليهم على اكمل وجه بدون شك، وبالتالي يا مدام اذا كان فيه اي فرصه لاصلاح مشاكل الانابيب كان زمانها اتعملت في المنظار اللي اتعمل لحضرتك. بما انه هذا لم يمكن حدوثه فاي محاولات لتغيير وضع الانابيب عما هي عليه في الغالب لن تؤدي الى نتيجه جديده. هي لو الانابيب سالكه، لو الانابيب سالكه فعلا ومجرد انها ضيقه زي ما بيقولوا، ولو ان هي المفهوم غريب شويه، فما اقدرش اقول لك مستحيل تحملي طبيعي، هو ممكن بس واضح ان الاحتمال ضعيف. واضح ان الاحتمال ضعيف بعامل الوقت، عامل الوقت حضرتك قعدتي سنه بتبويض كويس وزوج تحاليله كويسه ولا يوجد اسباب اخرى تعوق الانجاب ومع ذلك ما تمكنتيش من الحمل، وبعدين عملتي حقن مجهري وما حملتيش، تمام؟ وسن حضرتك 33 سنه. الحقيقه الحل الامثل في حاله حضرتك هو مواصله تكرار محاولات الحقن المجهري. اذا كان يهمك قوي انه يكون في طفل تاني، اذا كان الموضوع بالنسبه لك مش هيفرق كتير فسيبيها، ما فيش شيء بعيد على ربنا، لكن ما اقدرش اديكي وعود وما اقدرش اديكي نسب حمل، يعني هيبقى يعني كرم من عند الله وكرم الله لا حدود له. لكن الصح ان حضرتك تبحثي عن الانجاب بالطريقه المناسبه اللي هي بالنسبه لك، لو احنا كنا نتدخل كاطباء يبقى هو الحقن المجهري. يعني ما ينفعش مع حضرتك تلقيح صناعي، ما ينفعش تلقيح صناعي في مشاكل انابيب، ما ينفعش منظار لان ما يعني انت عامله منظار عند ناس كويسين، يعني لو كان جهه مجهوله كنت اقول لك عيدي المنظار تاني، بس ما اعتقدش الصح ان حضرتك تعملي بقى منظار رحم وتعيدي محاولات الحقن المجهري لحد ما ربنا يوفقك ان شاء الله. وناخد مدام مريم من اسكندريه، اتفضلي. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. دكتورة أنا والدة بقالي 6 شهور، تمام، قيصري، تمام، دي ولادة، تمام. عندي تعب عند أسفل بطني عند الجهة الشمال، مكان العملية بيتعبني شوية لأنه أعلى شوية كده من البطن. التعب أسفل بطنك في الجهة الشمال؟ فوق الجرح ولا تحت الجرح؟ لا فوق الجرح. فوق الجرح بقد إيه؟ كام سنتي تقريبا؟ يعني حاجة بسيطة كده فوق الجرح على طول. إيه يعني
كام سنتي؟ تقدري تقولي لو قلنا الصباع يبقى سنتي مثلا، يبقى كام صباع او كام؟ ماشي بصباع كده، ايه؟ ماشي بصباع. اه تمام. ألم شديد يا فندم؟ نعم، ألم شديد؟ ألم بيروح وبيجي كده يعني، وساعات يعني بتورم كده، بحس ان هي بتتنفخ. طب حضرتك كشفتي على الموضوع ده؟ كشفتي سألتي دكتورك؟ لا والله يا دكتورة انا لسه يعني الكلام ده من اسبوع كده. من اسبوع بس، وحضرتك والدة من 6 شهور. اه اوكي، رد عليك. هو بالنسبة للمدام دي، هو غالبا الشكوى بتاعتها ملهاش اي علاقة خالص بالولادة او بالجرح، واحنا عايزين نقول حاجة ان احنا في الجرح بتاع القيصرية بنشتغل فوق مستوى الجرح. لما تكون الست خلاص عدت 40 ورجعت لحالتها الطبيعية، لن يزيد اطلاقا عن سنتي ونص 2 سنتي. اي شكوى فوق هذا المستوى غالبا غير راجعة اطلاقا للجهاز التناسلي، الا بقى لو في التصاقات ومشاكل جوه تانية جامدة، وفي الحالة دي هتكون الشكاوى بتاعتها حاجات اكتر بكتير من انها تقول حاجة بتوجعني يمين، حاجة بتوجعني شمال. فحضرتك يا مدام قد تكون الحاجات دي انقباضات في الجهاز الهضمي والامعاء، قد تكون حاجه في الجهاز البولي، قد تكون حاجه عارضه في العضلات، وخصوصا انها حاجه قريبه جدا. اذا استمر الالم فحضرتك اتفضلي زوري الطبيب بتاعك، هيوجهك ويعرفك المشكله ايه، بس ما اعتقدش اطلاقا انها ممكن تكون مرتبطه بالولاده او بجرح القيصريه. اوكي مدام منى معانا من البحيره، اتفضلي. الو الو، حضرتك دكتور؟ يعني يا فندم اتفضلي يا مدام منى. لو سمحتي دكتوره، انا متجوزه من 10 شهور وحصل حمل بعد 3 شهور وما ظهرش نبض، فعملت عمليه تخليل. بعد كده الفيريوس بدات تيجي، بس يعني الشهر اللي بعد العمليه على طول جت على شهر بالظبط. بعد كده اتقسمت، جت على 26 يوم، بعد كده جت على 23 يوم. تمام. فلما رحت للدكتوره سالتني، قالت لي في الم في صدرك؟ قلت لها لا، بس انا لما بتك على صدري كده في يعني زي ميه صفرة كده بتنزل، مش لبن تقيل يعني. تمام. فادتني علاج لهرمون اللبن وقالت لي افضلي ماشي عليه لحد ما تحملي، وعملت لي متابعه تبويض. البويضه طلعت في اليوم ال 12 19 ونص. جميل. وقالت لي ممكن يحصل حمل الشهر ده. فما حصلش حمل. بس البريود جت مظبوطه، يعني كانت جت 10/4، بعد كده جت 7/5. تمام. بدات تتظبط. فانا قلت لها لو ما حصلش حمل يعني الشهر ده اعمل ايه؟ فقالت لي جوزك يعمل التحليل، مع ان حصل حمل قبل كده. فهذا صح يعني. انت سؤالك هي ليه طالبه تحليل مع انه حصل حمل قبل كده؟ ده السؤال؟ ده السؤال. وليه يعني ما حصلش حمل مع ان التبويض كان كويس؟ وليه ما حصلش حمل مع اي طبيب كويس؟ اوكي انا هرد على حضرتك. المشكله الشهيره اللي بتواجهنا لما يجي لي زوج وزوجه مخلفين مره قبل كده ومتاخرين في الانجاب، واطلب من الزوج تحليل واقول لي احل ليه ما انا خلفت قبل كده، وطبعا الرد المنطقي اللي برد عليه بيه مباشره هو حضرتك خلفت لوحدك؟ يعني هي مش المدام كمان خلفت قبل كده؟ ليه المدام جايه تدور وجايه تفحص وجايه تتعالج وحضرتك رافض مجرد ان انا اطلب منك تحليل تعمله؟ فيما يخص بقى سؤال المدام المتصله، اللي الناس ما تعرفوش ان في اسباب كتيره جدا للاجهاض بتكون ناتجه عن خلل ومشاكل في السائل المنوي بتاع الزوج. فلما تكون الست اجهضت مره بالمنظر اللي احنا شفناه ده، فمن الحاجات الاوليه ونمره واحد وقبل اي محاولات، وهي قبل ما تعملي حتى متابعه التبويض وقبل وقبل وقبل، من الحاجات الاساسيه المفروض تتعمل تحليل السائل المنوي. ده المفروض انه يتعمل في فحوصات ما قبل الزواج كمان، لانه اجراء بسيط غير مكلف ماديا، غير مكلف جسمانيا، ما فيهوش اي تدخلات، ما فيهوش اي مشاكل، وبيدينا داتا كتيره جدا، وبيخلينا نعالج حاجات تحمينا وتدينا وقايه من عقبات ومشاكل ممكن تحصل قبل كده يدفع ثمنها غالي. فطبعا يا مدام زوج حضرتك المفروض يحلل، وكان المفروض يحلل من الاول، من وقت ما بداتي حضرتك تبحثي ليه انت الحمل بتاعك نزل، هو زوجك كمان كان المفروض يبحث معاكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بس عايزه اقولها لك، انه يعني ما فيش ست او قليل من الستات اللي هي ما اجهضتش مره في حياتها، يعني ان ست تجهض مره واحده في حياتها دي حاجه متخوفش قوي، وان شاء الله ربنا هيوفقك وتحملي تاني وتالت ومفيش مشاكل. امتى نخاف وامتى نقول الموضوع اكيد في مشكله ولازم نقلب الدنيا ولازم نبحث ولازم نحلل ولازم نعمل فحوصات؟ لما تتكرر المساله.
لكن على الاقل لو انا قلقانه ورايحه ابحث يبقى الحاجات البسيطه ما فوتهاش، زي ما الدكتوره بتاعتك بتعمل معاكي، تحليل الزوج، متابعه التبويض، تحليل سائل تحليل هرمون البروجسترون في اليوم ال21 او الميعاد اللي تحدده الدكتور عشان اعرف كفاءه البواده قد ايه، ومن الكشف بتاعها بيبان اذا في حاجات ظاهره ممكن تسبب الكلام ده ولا لا، وان شاء الله ربنا يوفقك في حمل يكمل ويبقى سليم وتقر عينك بيه ان شاء الله. او معانا مدام صباح، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. بقول لحضرتك انا حامل في الشهر الخامس، وعندي ضربات قلبي زايده قوي عديتيها يعني مدام صباح؟ نعم. عديتي ضربات قلبك يعني حد عديها لك؟ انا بحس بيها بتهز جسمي. انت حاسه بيها بتهزك؟ اوكي تمام. ولازم مزيكيني كده، لازم اريح خالص كده، خاصة ان انا لو قمت مشيت هقع. ولما بتريحي تبقي كويسة؟ اه بغمض عيني كده مش عايز حد يكلمني خالص. بس كده؟ ده سؤال حضرتك؟ عملت رسم قلب كويس، بس قالوا هي ضربات القلب سريعة من الحمل، هل انا اكشف عند دكتور قلب ولا اعمل ايه؟ لان فعلا هم مين اللي قالوا؟ مين اللي قالوا ان ضربات الحمل سريعة عشان الحمل؟ ضربات القلب سريعه عشان الحمل، مين اللي قال؟ يعني لما بشتكي مثلا الناس يعني، حضرتك عملتي رسم القلب فين؟ مش عند دكتور قلب برضو؟ نعم. عملتي رسم القلب فين؟ عملت رسم القلب بره، وديته للدكتوره شافته قالت لي هو كويس ولكن ضربات القلب سريعه. اها طيب تمام، حضرتك متابعه مع دكتوره نسا؟ طب ايه رايها في القصه دي؟ بتقولي ما فيش حاجه، انا مش شايفه حاجه، طالما رسم القلب كويس. طيب تمام، انا هرد على حضرتك. هو طبعا الموضوع مش موضوع رسم القلب ولا غيره، هي ضربات القلب في الحمل بتزيد بمعدل متوسطه 15 دقه في الدقيقه، يعني ازيد من معدل سرعه ضربات القلب بني ادم العادي ب 15 دقه. بالنسبه للست الحامل ده بيبقى ملحوظ شويه، خصوصا لو في حاجه زياده عندها تسبب حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن. يعني ايه هايبر دايناميك سيركيليشن؟ يعني الدوره الدمويه شغاله على اخرها زياده عن اللزوم. ده اوريدي بيبقى موجود مع الحمل العادي، بس بيزيد بزياده قوي لو في انيميا، واحيانا كتير حوامل بيتعرضوا لانيميا هم مش واخدين بالهم. بيزيد زياده قوي لو في مشاكل في بعض الهرمونات زي هرمونات الغده الدرقيه، فيكون انه الست حادثه بضربات قلبها في الغالب، الشكوى دي في الغالب راجعه لحاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن. اما سرعه ضربات القلب بتاعتها فبدون شك لو هي اعلى من المعدلات المقبوله بكتير، وفي دكاتره شافوها وفي دكتوره نسا بتتابعها، كان الوضع اتشخص وتعرف ان في مشكله في ضربات القلب زياده، وكان قالوا لها روحي لدكتور قلب. اللي انا عايزه حضرتك تشوفيه تاني يا مدام، واكيد ان شاء الله دكتورتك مش هتغفل عنه، ان انت تعملي صوره دم عشان تشوفي الهيموجلوبين بتاعك، ولو كانت لسه المشكله قائمه ممكن تعملي تحليلات الغده الدرقيه، ممكن تساعد في تشخيص في حاجه ما تكونش واضحه، ومع المتابعه الطبيه ان شاء الله ربنا هيأثر باذن الله وتكملي على خير بدون اي قلق. نرجع لموضوعنا الاولاني اللي هو كنا بنتكلم عن الحامل في رمضان. اتكلمنا عن المشاكل بتاعه الغثيان بتاعه الجزء الاول، وقلنا انه حلها ان عدد الوجبات يبقى كتير وكميات الوجبات تبقى قليله. طيب التلت الاخير من الحمل بيبدا البيبي يكبر كتير، يبدا يضغط على المعده، قدره المعده على الامتلاء بتبقى صغيره، الارتجاع اللي في المريء بيزيد، البيبي والاكل كمان بيدفعوا سائل الهضم اللي موجود في المعده الى المريء، يعمل فيه مشاكل والتهابات. وبرده هنرجع تاني نقول اهم حل ليها بنقوله للست ان حضرتك يا مدام تاكلي وجبات كتيره كميات قليله، ما تناميش مباشره على ظهرك بعد الاكل، و وبرده زي ما احنا شايفين الصيام مش متفق مع هذه الجزئيه. طيب الست اللي عايزه تصوم مطلوب منها ايه؟ مطلوب منها انها معظم وقت الصيام تكون مرتاحه علشان ما تفقدش طاقه، تكون في جو الحراره بتاعته معتدله جدا او بارده كمان عشان ما تفقدش سوائل. في الوقت اللي هي
هتفطر فيه اللي هو بين الفطار والسحور، تشوف الوقت ده قد ايه او المدة دي قد ايه، وتقسم الوقت ده على 3 أو 4 وجبات. ما تاكلش مرة واحدة اول ما تفطر، ما تاكلش كتير قبل في السحور قبل الفجر، وتخلي السحور بتاعها اخر حاجة قبل اذان الفجر، وما بين الفطار والسحور تشرب كميات سوائل كتيرة جدا 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 لا حصر لها، بس متقطعة. حكاية ان انا اجي الفجر واشرب سوائل كتير، ما هو اخرها ساعة والجسم هياخده هياخده، والباقي يعني هتروحي هتنزليه عن طريق الجهاز البولي في التولات. فايه اللي بيستفيد الجسم بيه؟ بالترطيب المستمر اللي هو ما بين الفطار الى السحور، عمالة تاخدي سوائل كتير، تاكلي فواكه، تاكلي خضار، تشربي البان، بس بشكل متقطع. طيب احنا بقى داخلين ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين على رمضان السنه دي، هنصوم عدد ساعات طويل شويتين، الدنيا حر شويتين ثلاثه. انتي كحامل ما عندكيش اي مشاكل صحيه، ما عندكيش اي مشاكل طبيه، ونفسك تصومي، هقولك يا ستي ربنا يقدرك، بس تحاولي ان انت توفري الحاجات اللي انا قلت عليها دي. يعني ما ينفعش مثلا تبقي مسؤوله عن بيت فيه 4 5 6 عيال، وقايمه الصبح تودي ده المدرسه وتفطري ده وتلبسي ده، وبعدين تعملي اكل الفطار و و و، ومن بعد الفطار ارهاق واجهاد ومفيش تغذيه سليمه، مش هتقاومي. طيب عملتي كل ده، ما سمعتيش الكلام، او انت مرتاحه او او او، ايه بقى العلامات اللي انا عندها اقول ستوب؟ دوخه شديده وإعياء شديد بالنهار اللي هو بنشك معاه ان الجلوكوز نزل قوي، ونزول مستوى السكر في الحمل وفي غير الحمل كمان، بس في الحمل اكتر، ده حاجه خطيره جدا. يعني ان السكر او نسبه الجلوكوز في الدم تنزل عن 60، دي حاجه ضاره جدا بالام وضاره جدا برضو بالجنين. فاذا انت حسيتي بدوخه شديده او ارهاق شديد، افطري، او على وشك الاغماء او هتفقدي وعيك لان الدماغ مش واصل له جلوكوز، افطري. طيب مش عايزه تفطري، يبقى ابسط حاجه يبقى عندك في البيت معاكي جهاز لقياس السكر في الدم. لما تحسي بالاعراض دي وعايزه تتاكدي انت وصلتي لمرحله خطر ولا لا، يبقى لازم تقيسي السكر في الدم، والاجهزه دي منتشره وسهل التدرب على استعمالها، بحيث ان انت تقدري تقيسي نفسك السكر باستمرار وانت حامل. قيسي السكر، لو لقيتي السكر 60 او اقل تفطري، حرام، لا ضرر ولا ضرار. تمام. الجزئية التانية، قد تكون نقص السوائل عاملة لك هبوط في الدورة الدموية ومحتاجة سوائل. طيب ده بتستدلي عليه من ايه؟ بتستدلي عليه من البول، لون البول. اذا لقيتي لون البول غامق جدا وكميته قليلة جدا، يبقى انت كمية السوائل اللي واصلة لجسمك قليلة قوي، وقلة هذه السوائل فيها مخاطر كتير. اولا طبعا بتعمل هبوط في الضغط، وبرده سوء توزيع للدورة الدموية في جميع انحاء الجسم، وده خطر جدا على الحمل. ثانيا الحمل من الحاجات اللي بتزيد فيها قابلية الدم على التجلط. قابلية الدم على التجلط دي من اخطر الحاجات عليها، ان يكون في اسباب تزود زوجة الدم، يعني تكون كمية السوائل اللي وصلت للدورة الدموية قليلة. فانت لما تبقي عمالة تفقدي سوائل في العرق، وكمان ما بتشربيش وبتبذلي مجهود والجو حر وحاجات كتير، فده خطر جدا على تجلط الدم، وبرده دي من الحاجات اللي بتستدعي ان انت تفطري. وهنكمل كلامنا بعد ما ناخد التليفون ده. الو الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتوره، انا حامل في المره الثالثه، وكنت حامل واول مره حملت فيها، الدكتوره لما وردتني قلت قيصري، قالت ان انا عندي انبوبه واحده ومبيض واحد. انت عندك انبوبه واحده ومبيض واحد؟ ايوه. فقالت ممكن ما تحمليش تاني وما تستخدمش وسيله. ففعلا ما استخدمتش وسيله، حملت مره تانيه. وابني كان مولود دراعه ناقص. مولود ايه يا فندم؟ دراعه ناقص. ناقص ايه؟ لغايه كوره كده وخلاص ما كملش. تمام. فالمهم قلت اركب شريط، فالدكتوره بتركب شريط قالت ان انا عندي رحمين. قالت لي رحم هو اللي بيحصل فيه الحمل، ركبت لي شريط، وقالت لي التاني ده اتغير مش هيحصل فيه حمل. فبعديها اسبوع لقيت نفسي حملت في الرحم اللي هو ما فيهوش الشريط. فانا عايزه اعرف هو كده، يعني عشان انا عندي رحمين، هو كده في مشكله ولا هو بسبب كده ابني عنده هو ده يعني ابن حضرتك اللي عنده مشكله ده الابن التاني؟ التاني ايوه. اوكي. طب حضرتك شهرك كام دلوقتي؟
دلوقتي انا في الشهر الثاني. طب حضرتك معلش سؤال، هي الدكتوره اللي ركبت لك اللولب هي نفس الدكتوره اللي ولدتك؟ لا الدكتوره ولدتني واحده واللي ركبت لي اللولب واحده ثانيه. الدكتوره اللي ولدتك ما علقتش خالص بخصوص موضوع رحم او اتنين؟ لا ما خدتش بالها اصلا، ما تعرفش. طيب تمام طيب تمام، هرد على حضرتك. حاضر. هو الحقيقه اللي يعني وصف الحاله غريب شويه، لانه الاوضاع اللي عند المدام دي اذا كان في رحمين فعلا فهي حاجات مش صعبه تتشخص، والست مش حامل اساسا، فما بالك سهوله تشخيصها وهي حامل. لو هي بتتابع الحمل وانا بلاقي بيبي بيكبر في رحم وتجويف تاني فاضي جنبه، سهلة التشخيص جدا بالنسبة للدكتورة بتاعتها. الأغرب والأغرب والأغرب إنها ولدت قيصري والبطن اتفتح، ويعني الدكتورة ما شافتش إن في اتنين رحم. صعب كتير الكلام ده، حكاية إن هي بأنبوبة واحدة ومبيض واحد، جائز بأنبوبة واحدة لكن كمان مبيض واحد، من الحاجات النادرة قوي 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 ان احنا نشوفها. فهو في حالات يعني في حاجات كتير مش مفهومة في سيناريو وصف الحالة بتاعت المدام، لكن الوضع اللي احنا بصدده دلوقتي ان حضرتك حامل، حضرتك حامل المفروض وحامل وفي لولب. التصرف في حالة الحمل في وجود اللولب ان حضرتك تروحي للدكتورة بتاعتك عشان تحاول تشيل اللولب اللي انت حملتي عليه ده. الحمل في وجود اللولب بيعرضك الى الاجهاض بنسبة 50% لو استمر الحمل معاكي مع مشاكل تانية محتملة، وبنسبة 25% لو شلنا اللولب. فطبعا الافضل ان احنا نشيل اللولب لو امكن ان هو يتشال، لو ما قدرتوش تشيلوه يبقى في الولادة ان شاء الله يشيلوه. بعد كده حضرتك ما تركبيش لولب تاني خالص، وان شاء الله لما تقومي بالسلامة وانت بتولدي تلفتي نظر الدكتورة اللي بتولدك للحكاية كلها عشان تعرف تحسم الموضوع وهي شغالة. ما حصلش حسم للموضوع، في طرق كتيرة تانية تحسمه، المهم حضرتك ما تستخدميش لولب تاني وربنا يكمل لك على خير. معانا تليفون تاني. الو الو الو. ايوه ايوه اتفضلي. لو سمحت يا دكتورة، انا حامل في اول الرابع. تمام. وعندي انيميا وعندي ضغط عالي، فينفع اصوم ولا لا في اول الرابع؟ اه. انيميا الهيموجلوبين قد ايه مدام؟ اخر مرة كانت 8. 8 اوكي. والضغط عالي كام؟ يعني اخر حاجة وصلها 140 على 90. ده اعلى حاجة ولا ده اقل حاجة؟ لا ده اقل حاجة. ده بالعلاج. اوكي. طبعا حضرتك تاخدي طبعا علاج ضغط على بمواعيد ثابتة. اه باخده مرتين في اليوم. طبعا طبعا صعب تحملي خالص طبعا، لانه ابسط حاجه مواعيد العلاج بتاعت حضرتك هتتلخبط. احنا في تكمله كلامنا هنكمل، احنا كنا بنتكلم عن صيام الحامل اللي هي ما عندهاش مشاكل، فلسه كنا هنقول الحامل اللي عندها مشاكل. وطبعا الحامل اللي عندها جرعات علاجيه لازم تاخدها في مواعيد معينه، ما ينفعش خالص خالص انها تغير هذه المواعيد، وربنا هيسامحك وتقدري بقى تستشيري حد من الفقهاء يعرفك ازاي تكفري وازاي تقضي الايام اللي انت هتفطريها دي. لكن طبعا ارتفاع الضغط مع الحامل دي حاجه لا يفتهم بيها، واهم حاجه فيه ضبط نظام الغذاء وضبط سوائل الجسم وضبط مواعيد جرعات العلاج. وعلاج الانيميا مهم جدا جدا طبعا، يعني موضوع الصيام مش هو الفيصل في الانيميا، انت ممكن اكلك تعوضيه في وقت الفطار وتاكلي حاجات لا تسبب انيميا، لكن موضوع الانيميا ده مهم جدا جدا علاجه علشان سلامه استمرار الحمل وسلامه نمو الجنين، وربنا ان شاء الله يوفقك ويكمل لك على خير باذن الله. نرجع نكمل كلامنا في موضوع الصيام. كنا بنقول ايه هي علامات الخطر اللي تخلي الست المصرة انها تصوم لازم تفطر. قلنا الدوخة والميل للإغماء، وتقيس السكر لو هي مصرة تكمل صيام عشان تتأكد ينفع تكمل ولا لأ، وغمقان البول ونقص كمية البول بشكل كبير، دي من علامات الخطر. ومعانا تليفون ومكمل. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة اتفضلي. لو سمحتي انا واخدة وقالي قيصري. فندم. محطوط عني لحد الان. معلش يا فندم عيد الجملة، عيد الجملة اللي قلتيها. انا ولدت قيصري بقالي 3 سنين. تمام. وما حطيتش حمل لحد الان، وانتقلت على الدكتور. وبيقول لي ان انت المفروض تعملي ايه شحن الثوره.
تمام. ويعني نسبة التبويض كويسة. وما رحيش مش عارفة بقى نعمل كتات ولا ايه. حضرتك عندك كام سنة؟ عندي 26. حملتي أول مرة على طول ولا اتأخرتي في الحمل؟ لا قعدت 9 شهور وما حملتش. ايه حملتي ازاي؟ تلقائي ولا حملتي بعلاج؟ لا طبيعي كده تلقائي. وعملتوا تحليل للزوج وعملتوا فحوصات تانية علشان تبين ان مفيش مشاكل تانية؟ حضرتك بقالك قد ايه ما بتستخدميش وسائل لمنع الحمل؟ بقالي 2 سنين يعني اخدت بس حبوب صداع وبعد كده ما عادش اخد حاجة. تمام. هرد على حضرتك. طبعا ده اسمه تأخر إنجاب ثانوي، والدكتور بتاعها واضح إنه فحص لها التبويض ولقى التبويض كويس، وعمل تحليل للزوج ولقى الزوج كويس، وبالتالي طالما ما حصلش حمل على هذه البيانات المفروض ان هو يدور على اسباب اخرى. ولما بتكون ست عامله اي عمليات جراحيه يبقى لازم نطمن على قنوات فالوب، قد تكون تعرضت لالتصاقات او لالتهابات بسبب انها مثلا ما خدتش علاج كويس بعد العمليه، او في بعض الستات عندهم قابليه لكده جسمهم اي جروح فيه بتعمل تفاعلات شديده جوه، فممكن تعمل التصاقات قد تعطل الحمل في المراتب بعد كده. فبالتالي ما دام الاشعه بتاعت الصبغه هي الخطوه فعلا المناسبه اللي المفروض حضرتك تعمليها دلوقتي، لان ممكن يطلع فيها حاجه تغير خطه العلاج تماما وتخليكي يعني مش مفروض تستمري في نفس العلاجات اللي انت ماشيه عليها. وان شاء الله ربنا يوفقك لحمل تاني باذن الله قريبا ان شاء الله. نكمل كلامنا بقى عن الحامل في رمضان. طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي عن الست الحامل العادية اللي ما عندهاش مشاكل، واتكلمنا عن اهمية السوائل، واتكلمنا عن اهمية ضبط الجلوكوز في الدم اللي هما المشكلتين الرئيسيين اللي في الصيام، خصوصا السنة دي في ظل طول الفترة اللي احنا هنصومها وفي ظل حرارة الجو اللي احنا متعرضين ليها. طيب في بقى حالات زي ما احد المتصلات سأل دلوقتي، ما ينفعش خالص خالص ان انا يعني اقول الست صومي، زي مثلا حالة ارتفاع ضغط. زي ما دام ارتفاع ضغط دي ممكن تكون بتاخد علاج كل 6 ساعات، لو غيرت مواعيد العلاج الضغط بتاعها هيتلخبط، فطبعا دي لازم تفطر ما ينفعش. زي حالة ارتفاع السكر، الحالات الحوامل اللي عندهم ارتفاع في سكر الدم سواء طرأ عليهم مع الحمل او هي اصلا عندها السكر وحملت، لانه من الحاجات الاساسية بالنسبة للحامل اللي عندها مرض السكر او اي واحدة حتى عندها مرض السكر انها لازم تعمل نظام غذائي. لو هي حامل المفروض تاكل 3 وجبات رئيسية وعلى الاقل 3 وجبات فرعية. المفروض في قياس سكر بتقيسه قبل كل وجبة بساعتين وبتقيسه بعد كل وجبة بساعتين. المفروض في جرعات منتظمة من الانسولين او علاجات اخرى بتاخدها علشان تظبط السكر. الجرعات دي لا ينفع تتقدم ولا ينفع تتأخر. وزي ما قلنا ارتفاع السكر او انخفاض السكر بيعمل مشاكل كتيرة جدا جدا للجنين، فما ينفع وللصحة العامة. فما ينفعش الست الحامل وعندها سكر تغامر وتقول انا هصوم وتخاطر بنفسها وتخاطر بالجنين. يعني مثلا ارتفاع السكر لو هي خطرت بعدم ضبط العلاج بتاعها، ارتفاع السكر في الشهور الاولى ممكن يعمل مشاكل كتيرة جدا تصل الى تشوهات كبيرة جدا في الطفل. في الشهور الثانية ممكن يعمل تضخم في حجم الجنين، ممكن يعمل امراض في القلب، ممكن يصل لا قدر الله الى وفاة الجنين في رحم الام في اي وقت من اوقات الحمل. فلازم ضبط السكر. انخفاض السكر نفس الشيء، انخفاض السكر دي ضرر شديد جدا جدا للام، قد يكون قاتل. الست اللي عندها السكر حصل لها غيبوبة هرمون السكر دي قد تكون قاتلة، فاللي عندها السكر ما ينفعش يتكمل صيامه. هنرد على مدام منى من الجيزة. الو 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 مع حضرتك، لو سمحت يا دكتورة انا معلش موضوعي خارج الحمل شوية. لو انا سقطت مرتين، متجوزة وبقالي 3 سنين وسقطت مرتين، بس قالوا لي حصل الحمل لجنين ما كبرش شهرين و10 ايام. هل ده سببه قعد شهرين و10 ايام؟ تمام. من ساعتها ما حصليش حمل تاني. تمام. وما بناخدش وسائل منع الحمل ولا حاجه، بس قالوا لي في حاجه اسمها اللي هي المواد المضاده، اجسام مضاده. تمام. هل انا الحمل اللي هو ممكن يؤدي فعلا لسقطه ويمنع الحمل الفتره دي كلها، الاجسام المضاده دي؟ حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 33.
وبقالي متجوزه 3 سنين. الزوج حلل؟ اه التحليل بتاعه كويس بس في الحركه بطيئه شويه. بس بالنسبه لعدده عدد الحيوانات المنويه 48 مليون. طيب انت فاكره الحركه كام؟ الحركه اه من الاولانيه 40 تمام؟ الثانيه 20 25 بعدين 20 تمام؟ طيب. في حاجه اسمها اكتر بيوتي. في حاجه اه ايه بي وسي كام بقى؟ اللي هي اي وبي 40 اول واحده، ثاني واحده 25 طيب. وبعدين سي ودي 20 و15. اوكي اوكي طيب. انا وبالنسبه لي انا يا دكتوره انا بس كنت عايزه اسال، هل فعلا ممكن يكون نتيجه السقط حصل انسداد في الانابيب ولا حاجه؟ حضرتك عملتي عمليه تفريغ اصلا؟ لا لا انا اساسا نزل مني يعني سوري حاجات كتير، دم كتير واجسام يعني حته. ما عملتيش عمليه تفريغ يعني؟ ما عملتيش عمليه تفريغ؟ لا ما عملتش، بس في نفس الوقت لما كشفت الدكتوره كشفت لي صمام مهبلي، قالت لي ان انت ما فيش اي حاجه جوه خالص جوه الرحم يعني الرحم نضيف يعني ان الرحم نضيف. طيب والدوره منتظمه؟ الدوره منتظمه بس هي بقى لها شهرين يا دكتوره بتجيني كل 25 يوم 24، مع انها في الاول كانت بتجيلي كل 28 يوم. تمام. حضرتك عملتي تحليلات هرمونات يا مدام؟ لا ما عملتش تحليل هرمونات لان قالوا لي ان انت تبويضي كويس بصراحه، بس ما عملتش تحليل هرمونات بصراحه. اوكي قالوا لك ان تبويضي كويس من غير تحليل هرمونات؟ ايوه قالوا لي ان التبويض كويس على اساس ان انا يعني حملت اول الجواز مرتين ورا بعض بس سقطت ورا بعض. اه فاهماني؟ اوكي اللي قالوا لك كده الدكاتره؟ اه انا كشف هنا في مصر وكشف يعني بلد تانية يعني عند دكاتره، بس قالوا لي بالنسبه للتبويض كويس، لكن انت محتاجه تعملي حاجه اسمها تحليل اجسام مضاده. هل فعلا هو يا دكتوره ممكن يكون سبب سقط المرتين ولغايه دلوقتي اخر الحمل 2 ونص اهو؟ طيب انا هرد على حضرتك. اوكي طبعا المدام دي كده حالة اجهاض متكرر، المدام اجهضت مرتين، المدام عندها 33 سنة، تحليل الزوج بتقول ان الحركة ضعيفة شوية، الحقيقة لا، البيانات اللي انا سمعتها منها بتقول ان تحليل الزوج كويس، ومش هو ده اللي يستوقفني عشان اشوف هو ده اللي بينزل الحمل ولا لا. مدام حضرتك في حاجات كتير ناقصة بالنسبة لك المفروض تعمليها. انا هرد اولا على السؤالين الصغيرين بتوعك وبعد كده اقول لك المفروض تعملي ايه. اولا مش معنى ان في بويضه وانا شايفاها على السونار وان حضرتك حملتي ان البويضه دي كويسه اطلاقا. لو في ست المفروض ان الدوره بتاعتها هتنقطع وهي عندها 55 سنه، فهي الشهر الاخير اللي قبل انقطاع الدوره عندها بويضه، والبويضه دي هشوفها على السونار هلاقيها حلوه وجميله وكله تمام، لكنها في الغالب فارغه او غير صالحه لاحداث حمل. مش معنى يا جماعه ان انا اشوف بويضه بتكبر قدامي على السونار وبتخرج ان كله تمام وان البويضه دي كويسه وان ممكن يحصل منها حمل سليم صحيح ويكمل، لا خالص. اولا في تحليل اسمه سيرم بروجسترون، الماده اللي بتطلع من الجسم الاصفر بتاع البويضه عشان يبين لي كفاءه التبويض ده اخباره ايه، وهل البروجسترون اللي طالع البويضه دي قادر على تثبيت بطانه الرحم علشان الحمل يثبت ويستمر ولا لا. ده مهم جدا قبل ما اقول للست تبويضك حلو. كون ان الست برده بعد 32 سنه وحصل لها اجهاض مرتين مهم قوي قوي ان انا اعمل لها تحليل اسمه مخزون بويضات، قد يكون مخزون البويضات بتاعها بادئ يتغير، بيتغير عند بعض الستات في سن مبكر شويه، فلو مخزون البويضات بتاع المدام بادئ يقل في تدخلات تانية خالص المفروض تتعمل علشان تقدر تحمل وعلشان حمايتها من مساله الجهاد المتكرر دي. دي حاجه. الحاجه التانيه حضرتك بتقولي اجسام مضاده، فعلا في حاجه اسمها اجسام مضاده قد تمنع الحمل وقد تسبب اجهاض، بس احنا الحقيقه ما بقيناش بنهتم بان احنا نعمل فحص الاجسام المضاده ده كتير، لانه مش بيغير حاجه في خطه العلاج. حضرتك خطه علاجك واضحه، اذا كان التبويض كويس هيتعمل لك محاولات لاحداث الحمل، اذا لم تنجح هذه المحاولات هتنتقلي لحالات لاحداث الحمل عن طريق الاخصاب المساعد. الاجسام المضاده حلها الاخصاب المساعد. هو حضرتك سواء عندك اجسام مضاده سواء ما عندكيش اجسام مضاده، اذا ما حصلش حمل هتعملي هتلجئي للاخصاب المساعد.
خطه حضرتك المفروض تكون كالتالي: انك تعملي فحوصات مخزون البويضات في الهرمونات، انك تعملي تحليلات ميكروبيه وتحليلات هرمونيه لمعرفه ايه سبب تكرار الاجهاض، المفروض حضرتك تعملي اشعه صبغه، او يفضل انك تعملي منظار رحم عشان نشاف هل في حاجه داخل تجويف الرحم هي اللي بتسبب الاجهاض المتكرر ده ولا لا. وبعد ما تتعمل الحاجات دي كلها تتجمع المعلومات وتشاف ايه الحاجه اللي مش مظبوطه وتتصلح. من 3 الى 6 شهور بعد تصليح الاسباب اللي احنا لقيناها ومفترض ان احنا لقيناها، اذا لم يحدث حمل، على طول تتجهي الى وسائل الخصاب المساعد اللي هي اما التلقيح الصناعي او الحقن المجهري اذا لم يحدث حمل في محاولات التلقيح الصناعي. مش مفروض حضرتك تضيعي وقت اكتر من كده وتقعدي تمشي ورا قالولي وقالولي، الموضوع محتاج تدخل اكتر شويه من اللي حضرتك بتعمليه ده مدام، وربنا يوفقك ويكرمك من عنده باذن الله. نرجع لموضوع الحلقة الأساسي بتاعنا. احنا كنا بنتكلم عن الحامل في رمضان، وبدأنا نتكلم عن الحوامل اللي عندهم مشاكل صحية وهل ينفع يصوم ولا ينفعش يصوم. تكلمنا طبعا عن الحامل اللي عندها ارتفاع في الضغط، وتكلمنا كنا بنتكلم عن الحامل اللي عندها مرض السكر، فدي صعب خالص تصوم، مينفعش تصوم. طيب الحامل اللي عندها مرض تخثر الدم او زيادة لزوجة الدم، ودي احد الامراض المناعية اللي بتسبب زيادة في لزوجة الدم وزيادة في قابلية الدم للتجلط، وممكن تسبب ارتفاع الضغط، وممكن تسبب حدوث مشاكل صحية للست وهي حامل، ممكن تسبب اجهاض، وممكن تسبب تجلط في الدم في اي حتة في جسمها او في الحبل السوري بتاع الجنين ويسبب فقد الجنين. ومعظم السيدات اللي زي دي احنا بنبقى ماشيينهم تقريبا طول فترة الحمل على حقن عشان تعمل سيولة في الدم وللوقاية من المشاكل الصحية الناتجة عن هذه الحالة. ومن الحاجات الاساسية والارشادات الاساسية اللي بنقولها للست دي ان حضرتك لازم طول الوقت تشربي سوائل كتير جدا 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 للجسم بالترطيب اللازم، السوائل الكافية لترطيب الدم والتقليل من نسبة لزوجة الدم بقدر الامكان. فدي برضو من الحالات اللي صعب انها تصوم. من الحالات برضو اللي صعب انها تصوم التوائم. التوأم بيفرض على الست احتياجات غذائية كتيرة زيادة عن المعتاد بالنسبة لأي ست حامل. فالست الحامل في التوأم مفروض انها برضو تشرب سوائل اكتر، المفروض انها عرضة للولادة المبكرة، المفروض انها عرضة لارتفاع الضغط، انها عرضة اكتر للإصابة بالسكر الناتج عن الحمل. هو ايه قصة السكر في الحمل؟ الهرمونات بتاعه الحمل نفسها بنسميها دايبيتوجينيك، يعني بتعمل تغيرات في الجسم. التغيرات دي سهله قوي انها تحول الست الى مريضه سكر، عشان كده احنا بنتابع الحامل من اول مره نشوفها في الشهور الاولى، بنقيس لها تحليل السكر وبنعمل لها اختبار بيبين لنا مدى قابليتها للاصابه بهذا المرض. لو الاختبار ده باين انها قابله للاصابه بالسكر بنعمل لها تحاليل على فترات متقاربه كتير. طيب لو الاختبار اللي عملناه في الاول ده خالص طلع طبيعي بنعد لها التحليل ده تاني في الشهر السابع، لانه في الشهر السابع برضو بتحصل تغيرات اكتر واكتر، وبرضو التأثير بتاع هرمونات الحمل في زيادة قابلية الجسم لانه يحاول الست لمريضة سكر بيبقى اكتر في الشهر السابع، فبنعمل لها التحليل تاني علشان نشيك عليه. فعلشان كده مهم قوي اني ابقى متابعة هذه القصة ومتابعة تأثير الصيام عليها. الست بقى الحامل في توأم كمية الهرمونات اللي في جسمها اللي بتعمل هذا التأثير مضاعفة، وبالتالي قابليتها للإصابة بهذه المشاكل برضو قد تكون مضاعفة. فدي برضو من الحالات اللي هي مش مناسب ليها اللي هي تصوم. في بقى حالات وحالات بقى مرضية كتير تانية يعني قس على ذلك. المهم الفيصل في هذا الامر الدكتور بتاعك هو اللي هيفصل تصومي ولا تفطري. في حالات بتبدأ صايمة عادي ويجد علينا جديد، يعني يطرأ تغيرات تفرض علينا ان احنا نخليها تفطر، ان هي تبقى كويسة والسكر تغير فجأة، ان هي تبقى كويسة الضغط يعلي فجأة، ان هي يجد عليها جديد. فمهم قوي بقى انه الحامل اللي قررت انها تصوم انها تقرب مواعيد المتابعة بتاعتها عند الدكتور او الدكتورة شوية، خصوصا بعد فترة الصيام الاولى. يعني من المفاهيم الغلط اللي منتشرة قوي احنا في رمضان بقى دكتور الزرة اللي قبل رمضان انا مش هاجي بقى غير بعد العيد بقى وعليكي خير وكلام ده، لا بالعكس. يعني انت معرضة لتغيرات جذرية هتحصل لك
في رمضان وقد تتأثري بالصيام، ولازم الدكتورة تشيك عليكي بعد ما تكوني صمتي فترة علشان لو في اي تغيرات تستدعي ان انت تفطري تقولك عليها. فمهم جدا ان انت تكثفي مواعيد الزيارة بتاعتك في رمضان مش تقلليها. ومعنا اتصال هنرد عليه. الو الو ايوه لو سمحتي يا دكتورة، انا كلمت حضرتك من شوية وقلت لحضرتك ان انا متجوزة بقالي 10 شهور وحملت بعد 3 شهور وما ظهرش نبض فعملت عملية تسريب. تمام. فسمعت حضرتك من شوية بتقولي ممكن اي عملية جراحية يعني ممكن تكون سببت ابراز. ممكن ايه فندم؟ ممكن عملية التسريب تكون عملية في حاجة في الانابيب او كده. حضرتك قلقتي يعني من الكلام. وانا الان اقف هرد عليك ان شاء الله خير. هو انت بس انا عايزه بس اقول لك حاجه، انت ليه سبتي الجزء الثاني اللي انا قلته ان مفيش ست ما سقطتش مره في حياتها وان اجهاض مره واحده ما يخوفش؟ ما خلينا نشوف النص المليان الاول وبعدين نتكلم في النص الفاضي وازاي نطمن. طب دكتور يعني انا المفروض اعمل تحاليل هرمونات او اعمل اي حاجه ولا انت إيه؟ خدتي بالك انا قلت ايه؟ ان الست اللي سقطت مره واحده ده حدث مش مرعب، فاهمه؟ يعني في الغالب ان شاء الله مش هيتكرر تاني. يعني الوحش في الموضوع انه يتكرر. يعني انت لو متابعانا في الحلقه هتلاقي متصله تانيه قالت انها اجهضت مرتين، ودي لا دي قلت لها لسه حاجات طويله لازم تعملها. لكن الموضوع بالنسبه لحضرتك هو مش يعني مازال غير مقلق، لكن احنا الحقيقه لازم نحترم قلقك. هقول لحضرتك اذا عايزه تطمني على الحاجات البسيطه اللي لازم تعمليها تبقى ايه، فاتفضلي وانا هرد عليكي. هو سؤالي مدام عن الإجهاض نفسه، لو عملت عملية تفريغ ده تأثيره إيه على خصوبتها المستقبلية؟ هو كويس أوي إن أنا سألت السؤال ده، لأن عملية التفريغ دي الشائع عند الناس إن عملية التفريغ دي حاجة بسيطة وأي حد يعملها وسهلة ومش شغلانة. لا بالعكس، ده عملية الولادة ممكن الممرضة لو ما فيهاش مشاكل أو مضاعفات، الممرضة اللي بتساعدني في العمليات اللي حفظت الخطوات ممكن تولد زي الدكتور لو الدكتور واقف يشرف عليها. لكن عملية التفريغ دي العملية اللي من العمليات اللي مش اي حد يعملها ابدا، وخصوصا انها بتعتمد اعتماد كبير قوي على السنس وعلى السكال بتاع الدكتور، لان الدكتور بيفرغ رحم وهو مش شايفه. طبعا المفروض ان اي عملية تفريغ تتعمل الترا ساوند جايدد، يعني المفروض ان انا يبقى في جهاز سونار محطوط عشان ابقى شايفه انا فين، علشان ما اعملش مشاكل في الرحم، عشان ما احصلش ثقب في الرحم، عشان لو في حاجه غير عاديه تبان، عشان اتاكد ان ما بقاش في بواقي في الرحم. اهميه السونار في اوضه العمليات والست بتعمل تفريغ ده حاجه مهمه قوي. ثانيا بقى اهميه الشغل نفسه، المفروض التفريغ ده بيتعمل على اساس ان انا بنشن وانا مش شايفه عمياني ايدي جوه على اجزاء الجنين وبسحبها لبره بالراحه خالص، وبعدين اعمل عمليه تنظيف عشان اخرج او اسحب الاجزاء الملتصقه ببطانه الرحم من غير ما اجرح بطانه الرحم، من غير ما اجي مثلا عند الفتحه بتاعه الانبوبه واعمل احتكاكات كتيره عنيفه قد تسبب فيها التصاقات وقد تسبب تاخر الانجاب زي ما دام بتسال. بس الموضوع ده نادر جدا جدا ان هو يحصل وصعب، ومعظم الدكاتره المعتمدين مدربين على انهم يعملوا العمليات دي صح، وان شاء الله ما يكونش حصلت مشاكل. بس هي عمليه التفريغ من العمليات اللي قد تترك اثر دار في الرحم اكثر من اي عملية تانية الحقيقة. وعلشان كده برضو كويس قوي انك فتحتي الموضوع ده، من الحاجات اللي الستات بتتعبنا فيها كتير واللي يعني نفسنا انهم يفهموها عشان يقتنعوا بيها، انه لما تجيلي ست وعملها سونار وشخص في الشهور الاولى ان البيبي متوفي، وقول لها يا مدام استني اسبوع او اسبوعين لما اشوفك تاني، بعدين لو ما حاولش الرحم يطرد الحمل لوحده ابدا اديكي حاجات علشان نحاول ان الرحم يعني الحمل يطرد لوحده او على الاقل معظمه عشان التدخل يقل، وبعد كده لو لزم الامر وفشلت كل محاولات عمليه التفريغ. المشكله بقى المفزعه جدا، ازاي ده انا جوايا بيبي ميت، ده انا هيحصل لي تسمم، ده انا ازاي استنى، لا يا دكتوره نضفي لي، طب لا ما تدينيش حبوب، لا انا مش عايزه احاول، لا لا لا. غلط، مش صح الكلام ده، ومش صح ان الحمل الصغير اللي في الشهور الاولى وشهر ونص شهرين ده هيعملك تسمم فتره قصيره. ده انت ممكن تقعدي لحد شهر كويسه مفيش اي مشاكل، احنا مش هسيبك ده كله، احنا بنحاول نديكي فرصه علشان نحافظك على الرحم بتاعك، لان بطانه الرحم الحاجه الوحيده في الجسم اللي ملهاش قطع غيار، ما نعرفش نحلها لو باظت للاسف الشديد. ومعانا تليفون تاني هنرد عليه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. دكتورة أنا متجوزة بقالي 7 شهور
بس قبل الجواز البر بتتأخرت كتير، يعني 3 شهور أو 4. رحت للدكتورة ادتني قدر تنزل البر خلال 15 يوم، وبعد كده طلعت تكيفات على المبيض، بس بتقولي نسبة بسيطة جدا، يعني ايه؟ قالت لي نسبة بسيطة، نسبة تكيفات بسيطة. تمام. ادتني سايكل بروجينيوفا كل شهر كده بتنظيم البرو. خدتيه قد ايه؟ كام شهر؟ ايه؟ خدتيه كام شهر؟ 6 شهور. تمام. 6 شهور وبعد الجواز على طول، وما اخدتش حاجة بعد كده. هي الدكتور عرفتك ما تاخديش غيره؟ ايه؟ الدكتور عرفتك ما تاخديش غيره يعني؟ ما اخدش غيره. تمام. حضرتك عملتي تحليل هرمونات عشان تعرفي درجة التكيسات ايه؟ عملت اشعة. اشعة لكن ما عملتيش تحليلات دم؟ لا، ده قبل الجواز ما عملتش غير الاشعة، لكن طب بعد الجواز بعد الجواز البنت اتأخرت 1.5 شهر، جت بعد 1.5 شهر برضه، ثالث مرة جت بعد 22 يوم بالظبط، ورابع مرة اتأخرت كتير. رحت للدكتورة تاني ادتني نفس الإبرة وطلبت مني تحليلات في 3 يوم الدورة، وعملتها وقالت لي التحليلات مظبوط. مظبوط. بس قالت لي بقى عايزة الأشعة تاني تعملها تاني وتحليل فأس منعول الزوج. طيب معلش حضرتك، فاكره التحليلات اللي هي بتاعت التكيسات اللي عملتيها؟ فاكره ال ال اتش كام وال اف اتش كام؟ لا والله حضرتك مش فاكراها، بس هي قالت لي كويسه اس اتش وال ال اتش والبرو، لا مش عارفه البرولاكتين. قالت لك انهم كويسين وان انت مش محتاجه حاجه؟ قالت لي كويسين، بس انا كنت عملت الاشعه قبل الجواز قالت لي في نسبه تكيسات بسيطه. حضرتك جيت مع الحمد كتير بقى ولا ايه؟ مش اوكي. ما هو حضرتك مش عارفه تقولي لي ارقام التحاليل عشان اقول لك هي بسيطه ولا مش بسيطه، وفي نفس الوقت مش شايفه الاشعه بعينيا عشان اقول لك بسيطه. انا متفكراها ان هي 5.5 تقريبا. اها. وال اتش وال ال اتش كان برضه 5 أو 6 مش فاكره كويس. يعني ال اتش اعلى شويه. ايه؟ ال اتش اعلى شويه. والبرولاكتين 25.5 أو 26. اوكي 25. طيب انا هرد على حضرتك. هو فيما يخص الارقام اللي المدام افتكرتها اخيرا بخصوص التكيسات، الاف اتش والال اتش والبرولاكتين، هو البرولاكتين 25 وشويه، ده طبعا هو عالي على كل الاحوال، لكن لو قلنا ان هو في الطبيعي لحد 25 مقبول، فبالنسبه للصحه الانجابيه لا، احنا عايزينه اقل من كده، فالبرولاكتين يعتبر عالي شويه، ممكن ما يكونش تاثيره قوي، بس ممكن ياثر على التخصيب، ممكن ياثر على استقرار البيضه المخصبه في النص الثاني من الدوره الشهريه، فمهم ضبط البرولاكتين. ال LH عند حضرتك عالي شويه، يمكن ما يكونش عالي قوي عشان يدخلنا في كلاسيك بي سي او، او في تكيسات متلازمه تكيسات المبيضين عشان نشخصها بشكل مطلق، لكن المتفق عليه مدام انه ما فيش ست الدوره بتاعتها بتتلخبط بالشكل ده وبتتاخر كتير كده الا وبالتاكيد في مشكله في التبويض. مشكلة التبويض لازم يتشخص سببها ايه. حاجات حضرتك تاخدي سايكل وبروجنوفا والكلام ده مش منطقي، فالمفروض ان حضرتك تعملي متابعة تبويض عشان تشوف الاول في تبويض ولا لا، واذا في تبويض يتعمل تحليل بروجسترون في يوم 21 عشان تشوف كفاءة التبويض ده ايه، ولو في تبويض وكل الحاجات دي كويسة وبرده الدورة بتتأخر، ففي تحليلات تانية ادعى ان حضرتك تعمليها زي فحص رصيد البويضات والكلام ده كله مهم. ما يعني صعب اقتنع انه الوضع بالشكل ده وما فيش سبب وما فيش حاجه مش مظبوطه، وربنا يوفقك ان شاء الله لنفسك فيه وللي يسعدك. الحقيقه يا جماعه وقت الحلقه بتاعنا تقريبا خلص، الكلام معاكم ممتع ومش عايزين نسيبكم خالص، بس في ناس غيرنا محتاجين القناه وبرامج تانية هتفيدكم زي ده واكتر ان شاء الله. وبالنسبه للحوامل المقبلين على شهر رمضان، يا رب يكونوا استفادوا من النصايح اللي انا قلتها، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، ومضطره اسيبكم والى اللقاء ان شاء الله في حلقه تانية من برنامج بانوراما الصحه، وكل سنه وانتم ومصر والمصريين والعرب والمسلمين جميعا بخير وسعادة. عادة يا رب.